منه البودر والدخنه مال تحليه المياه بس بفتوى من اهالي الحد. طال عمرك احنا ما نبي نتكلم ساعه بس بقول لك حتى الاسكان الحد لاصق في المنطقه في الكهرباء مالتهم، يعني لو يبطل دريشه الدخنه موجود. واذا تبي بعد التفاصيل زود ممكن تاخذها من وزاره الصحه، شوف العكر والمعامير شنو الامراض السرطانات اللي عندهم والسب المصانع. احنا لا نعدم شعب البحرين بالمصانع. الثروة الحقيقية اللي تكلم عنها جلالة الملك الله يحفظه ولي العهد، المواطن هو ثروة البحرين مو بالمصانع. شو نسوي في المصانع؟ انا ابي خلي واحد يبيعني صحته وياخذ المرض هو. هل شخص واحد صاحي يبيع شيء من جزء من جسمه الصحة اولى من المصانع؟ نعيش بربية نخي وخبز بربية أحسن من نعيش مرضى ما نقدر ناكل، حتى الروتي ما نقدر ناكله. مثال واضح. احنا نتمنى طال عمرك ان تنعز كل المصانع عن البيئة، واعتقد وزير المجلسين اهل الحد هو ويدري بالامور اللي صايرة. انا ما ابي شيء ولا ابي رد الحين، ابي سفتي من اهالي الحد ويفتح الايميل او مجلس النواب يفتح ايميل نبي الرد مال اهالي الحد شي يقولون عن المصانع اللي موجودة عندهم، وبيجيكم الرد. بدون الرد من عندي لا تأخذونه. شكرا معالي الرئيس.